ما حكم من يقرأ القرآن وهو نائم على السرير بدون عذر شرعي؟ ماذا كان يقرأ المسلم القرآن على أي حال كان من الأحوال الطيبة، سواء كان نائما منتجعا أو قائما أو قاعدا، لا بأس بذلك. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله، ولم يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، ولقوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن ذكر الله، وبل من أعظم ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.